على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. رجل الحياة فم إذاعة القيروان، أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على الباند فم 5.0. يتواصل معكم حتى نص نهار في مختلف الفقرات الصحية اللي تنجم تهمكم على خاطر صحتكم. عزيزة علينا الناس الكل، نعم بكم دورة في مختلف الأخبار مختلف المعلومات، وكيف العادة يكونوا حاضرين معنا أهل الاختصاص، ونمشي معكم توتسويت للسومير. سومير اليوم معنا ما نحكيه بخصوص وزير الصحة اللي أكد على ضرورة وضع شبكة وطنية للإحاطة الاستعجالية بحالات الجلطة القلبية والقصور القلبي، مع تطوير الشراكة لدعم توفر الأدوية المجدة بتونس. هما أبرز محاور لقاء علي المرابط وزير الصحة برئيس نقابة المؤسسات الصيدلانية للبحث والتجديد. في نفس الإطار زيد نحكي لكم على تطوين قافلة طبية لفائدة اللاجئين، مع نقعد في ولاية التطوين وفي زوم سنتي باش نمشي معاكم. الحامل تفقد الجنين نتاعها بسبب غياب طبيب نساء وتوليد، في الإطار هذا يصدر بيان، وكيف كيف نحكي لكم باش يعزوا الإطار الطبي أهل الاختصاص. سينو دراسة طبيعية تقول لك طول القامة يزيد فرص الإصابة بأمراض خطيرة، نمشي معاكم بأكثر تفاصيل هكيك باش ما نهولوش الأمور ونخوفوا الناس اللي تسمع فينا. سينو مختلف المواضيع، الأمم المتحدة تحذر من بؤر ساخنة لل الجوع تقريبا في 20 دولة. وفي ساعتنا الثانية باش تكون ضيفتنا دكتور هاجر كشوخ أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية. اليوم باش نحكي لكم على طرق علاج الكلف أو ما يعرف بالدسع عنا احنا، ونسي جنرالمون تعرف على الموضوع هذا، باش نحكي لكم على طرق العلاج شنو هي. خاصة نبدأ نحكي لكم بالأسباب ومع السخانة في التوقيت هذه اللي تنجم تأثر علينا. تليفوناتكم على 70 035 120 وإلى 77 288 289. إذا كان عندكم أسئلة تحبوا تطرحوها في الموضوع هذا، مرحبا بنا في الشرطاني في الأخراج التقني الحصة أحمد المخلوفي اللي في الكوتي ديجيتال، سينو مالي منصوري كوتي ميكرو. تقولكم شوية خير مواصلين معكم المشوار، ما تبدلوش الموجة، أنتم في الاستماع لإذاعة القيروان للصحة. بالمجيد عبد الله تدلع كيد، متواصلنا معكم لثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العشرة في سنتي 5.0. سنتي 5.0. كيف العادة في التوقيت هذا نحاول نعمل بكم دورة في أهم الأخبار حول العالم فيما يخص الصحة نتاعكم. توتسويت في كواد نوف. كواد نوف سنتي. كواد نوف سنتي. نحكي لكم اليوم في تونس على وزير الصحة ليأكد على ضرورة وضع شبكة وطنية للإحاطة الاستعجالية بحالات الجلطة القلبية والقصور القلبي. وقت اللي يشرف وزير الصحة الأستاذ علي المرابط ظهر أمس بمقر الوزارة على جلسة عمل تمحورت في الخصوص حول تحسين منظومة علاج الجلطة القلبية والقصور القلبي، وكان حذر رؤساء أقسام القلب والشرايين ورؤساء أقسام الطب الاستعجالي من كافة المؤسسات الاستشفائية الصحية ورؤساء أقسام المساعدة الطبية الاستعجالية من مختلف الجهات. وكان فما ممثلين عن هيئة اختصاص طب القلب والشرايين وهيئة الطب الاستعجالي والجمعيات العلمية المختصة في المجال هذا. كان أكد الوزير في الإطار هذا على ضرورة وضع شبكة وطنية للإحاطة الاستعجالية بحالات الجلطة القلبية والقصور الكلوي من خلال استغلال التقنيات الحديثة، وهكذا لتحسين التعهد بهذه الحالات في جميع جهات البلاد، إلى جانب أهم أهمية التحسيس والتوعية للوقاية من الإصابة بأمراض القلب والشرايين ومنها اتباع نمط العيش السليم. في نفس الإطار وفي نفس المحور متاع الجلسة كان زيد استقبل وزير الصحة الأستاذ علي المرابط رئيس نقابة المؤسسات الصيدلانية للبحث والتجديد سفير أمين الزغدودي والوفد المرافق له بحضور الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية ومديري الهيكل الفنية بالوزارة. كان محور الاهتمام متاع الجلسة هذه
هو تطوير الشراكة لدعم توفير الأدوية المجددة بتونس، هما من أبرز المحاور برئيس نقابة المؤسسات الصيدلانية للبحث والتجديد. محور اللقاء وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة حول علاقات التعاون بين الصيدلية المركزية والمؤسسات الصيدلانية، ومنها بحث السبل الكفيلة لمزيد تطوير أسس الشراكة بين الجانبين لدعم توفر أدوية مجددة بالسوق التونسية. ذو ما كانوا محور الجلسة اللي كانت يوم أمس الاثنين، جلسة عمل تمحورت حول عديد الأشياء، منها تحسين منظومة علاج الجلطة القلبية والقصور القلبي، ومنها تطوير الشراكة لدعم توفر الأدوية المجددة بتونس. نمشي بكم لولاية تطاوين، وين فما قافلة طبية لفائدة اللاجئين، وقت اللي نظمت الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بتطاوين بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة قافلة طبية متعددة الاختصاصات كانت لفائدة اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء بالولاية، وين كانوا خضعوا فحوصات طبية وتحاليل كيك باش يتأكدوا من السلامة امتاحهم. يشار إلى أنه في إطار مشروع دعم الوصل لحقوق وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية لفائدة اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، تقوم الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بالمراقبة الصحية الدورية من خلال القيام بزيارات إلى مقرات الإقامة متاحهم، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وأنشطة رياضية وثقافية للإحاطة بهم وفي إطار التوعية، حتى لو كانوا لاجئين في البلاد التونسية معناها نضمن لهم الحقوق متاع العيش السليم والصحة متاحهم. وكانت القافلة هذه في ولاية تطاوين، وبالخبر هذه نكونوا كمان معكم كوادنف. كوادنف سانتي هنا بعد بشوية مازلنا باش نحكيو لكم في أجندة سنتي، نحكيو لكم حول دراسة طول القامة يزيد فرص الإصابة بأمراض خطيرة. لطف عليكم الناس الكل، أما نقرأ لكم بأكثر التفاصيل في المقالة ذي وكيك تكون عندكم المعلومات الكافية. في ساعتنا الثانية ألو دكتور، دكتور هاجر كشوخ أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، اليوم مش نحكيو لكم على الدسة وإلا الكلف وإلا كيما تحبوا تسميوه انتوما، البقاع السوداء على الوجه شنية الأسباب متاعها ورق العلاج. خليكم بانشي على 93. مرحبا بالناس اللي التحقت بنا في الاستماع على البوند اف ام 93 في سانتي 5.0. سانتي 5.0 في سانتي 5.0 كالعادة نحاولوا نسلط لكم الضوء على أهم الدراسات الطبية وآخرها، باش نحاولوا هكا إنارة للرأي العام ونحاولوا نعطيكم توضيحات علمية. توت سويت في شيفر سانتي. شيفر سانتي في شيفر سانتي قلت لكم عنوان هو دراسة طول القامة يزيد فرص الإصابة بأمراض خطيرة. لطف عليكم الناس كل وقت اللي سلطت دراسة طبية حديثة وفريدة من نوعها الضوء على العلاقة بين طول البشر وخطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض. كانت ربطة الدراسة اللي كانت نشرت نتائجها في مجلة بلوس جينيتكس العلمية الأمريكية بين الطول اللي يكون أعلى من المتوسط المتعارف عليه طبيا وخطر الإصابة بأمراض منها اضطرابات ضربات القلب، الرجفان الأذيني، دوالي الأوردة، ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول. زاد لقات الدراسة اللي أجرها باحثين في كلية الطب بجامعة كولورادو الأمريكية أن طول القامة ينجم يرفع فرص تلف الأعصاب والتهابات الجلد والعظام حسب ما نقلت وكالة يونايتد بريس انترناشونال للأنباء. وبحسب الباحث الرئيسي في الدراسة دكتور سريدي هارن رجفان، فأنه قال سيطرتنا على الجينات مسألة ما هيش في المتناول، لكن ينجموا طويلي القامة يغيروا من السلوكيات متاعهم اليومية وين يوفروا جرعة وقائية قدام الأمراض المحتمل الإصابة بها. وتواصل رجفان والفريق متاعه بعد دراسة بيانات على حول 250 ألف مشارك إلى أن النمو والتمثيل الغذائي المرتبطين بالطول ينجموا يأثروا على العديد من الجوانب الصحية. كان أشار الباحثون إلى أن بعض الأمراض تنجم تؤدي إلى تأثيرات فيزيائية للقامة الطويلة لا إلى عوامل بيولوجية. ينجم يكون الارتباط بين الطول واضطرابات الدورة الدموية الوريدية المزمنة في الأطراف السفلية متصل بالمسافة اللي يقطعها الدم والضغط المختلف في الدورة الدموية اللي تنجم تأثر على الأفراد الأطول مقارنة بالأقصر. شنو نكتشفوا من الدراسة هذه؟ اللي هي صحيح تنجم طول القامة ينجم يؤدي إلى
عديد وعديد من الأمراض اللي أنف الذكر متاحة، كما ارتفاع ضغط الدم، كما ارتفاع اضطراب ضربات القلب، الرجفان الأذيني، الدوالي اللي نجموا يعني منها الأشخاص هذوما، لكن ديما تقعد في إطار المحافظة وكل شيء مرتبط بأيدي طويلي القامة اللي نحكي عليهم راهو لي فوتو المعدل الطبيعي اللي هو نقولوا لهم احنا العمالقة في الطول متاحهم. دونك هنية هما ينجموا يحافظوا على الأقل على إيجين دو في اللي نجموا يحافظوا بيها على الصحة متاحهم. وديما نقعد ندوروا في نفس الحلقة اللي ديما يقعد نمط العيش السليم هو السبل الأساسي والرئيسي باش تكون الصحة متاحكم في صحة جيدة. وكانت هذه شيفخ سنتي. شيفخ سنتي، مازلنا موصل معكم المشوار حتى نص نهار. بعد شوية نحكي لكم في زوم سنتي، حامل تفقد الجنين متاحة بسبب غياب طبيب نساء وتوليده. في الإطار هذية كانت اتخذت إجراءات في مستشفى تطاوين بعد بلغ الاتحاد العام التونسي للشغل في الإطار هذية اللي باش نحكي لكم عليه بأكثر تفاصيل. خليكم بغنشي على 93 من توا حتى نص نهار. راديو الحياة فم إذاعة القاهرة، ونصح أهلا وسهلا بكل ما تحق بنا في الاستماع في Santé 5.0. Santé 5.0. كيف العادة نحاول نسلطكم الضوء على أهم الأخبار، وخاصة إذا كان فما عراقيل في المجال الصحي. تسويت في زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سنتي نحكي لكم ونمشي بكم اكزاكتومون لولاية تطاوين، من حامل تفقد جنينها بسبب غياب طبيب نساء وتوليد. وقت اللي كان نبه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين في بلاغ كان اصدره نهار 5 جوان من خطورة الوضع الصحي بالجهة بسبب تواصل غياب طب الاختصاص اللي تقريبا يعني منها مختلف الولايات، كانوا حملوا المسؤولية للسلطة المركزية والجهوية، الشيء اللي انجر عليه خسائر بشرية وتعكر للحالة الصحية للمرضى، على غرار فقدان أم أصيلة الجهة للجنين متاحة وقت اللي كانت في الطريق إلى مدينة مجاورة للولاية باعتبار غياب طبيب نساء وتوليد وإنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوين. كان طالب الاتحاد في الإطار ذي بتمكين أهلي تطاوين من حقهم في تغطية صحية ضم كافة الاحتياجات متاحهم، بالإضافة إلى تفعيل مخرجات المجلس الجهوي للصحة المنعقد نهار 26 مايو 2021 بمقر الولاية، وكان هذا تحت إشراف وزير الصحة السابق. في البلاغ اللي كان قال والبيان اللي كان أصدره الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، كان هدد الاتحاد في صورة عدم التفاعل مع المطالب بالدخول في سلسلة من التحركات التصعيدية. نص البيان تنجموا تلقاوه على صفحة رسمية الحياة في مع الباج أوفيسيال فيسبوك اللي كانوا حكيوا فيه على عديد النقاط. زيدا كيف في نفس الإطار، وبعد البلاغ اللي كان والبيان اللي كان قدمه اتحاد الشغل بي تطاوين، كان أكد مصدر مسؤول أنه في إطار الخطة الوطنية لدى طب الاختصاص بالمناطق الداخلية باش يباشروا طبيبي نساء وتوليد العمل اللي كان نورمالمون يوم أمس الاثنين في قسم النساء وتوليد بالمستشفى الجهوي بي تطاوين، هكيك باش يأمنوا حصة استمرار لأيام، علما أنه المستشفى كما قلنا لكم اشهد غياب طبيب نساء وتوليد طيلة الأسبوع الماضي، مما اضطر الأهالي للقيام بوقفات احتجاجية. وكيف كان تم نقل المرضى إلى ولايات مجاورة، والشيء اللي رافق هذه الكل بيانسور احنا نعرفوا الأتعاب النفسية، زيادة كيف الأتعاب المادية والبدنية، واللي كنا حكينا لكم في نفس الموضوع اللي مالوغوزمون سيدة كانت فقدت الجنين متاعها بسبب غياب طب نساء وتوليد بمستشفى تطاوين. وكانت هذه زوم سنتي. زوم سنتي. مازلنا واصلين معكم المشوار، بعد شوية تكون ضيفتنا دكتور هاجر كشوخ، طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل. مش نحكي لكم على البقعة السوداء تحديدا، احنا مش نحكي لكم على الكلف انت نسميوها احنا الدسة وإلى الكيمة اللي عنا هذا، مش نعرفوه بأكثر تفاصيل التشخيص وأهميته في الإطار هذية باش تعرف شنو نوعية البقعة السوداء اللي عندكم، شنو هي الدسة والخصوصية متاحة. وبيان سور نمشي معكم الطرق العلاج، تليفوناتكم على 70 35 120 وإلا 77 288 289. خليكم برانشي على 93. كيف العادة في ساعتنا الثانية نحاول ناخذ معكم أهل الاختصاص في مختلف الأمراض وإلى الحاجات اللي تهم الصحة متاعكم في ألو دكتور. ألو دكتور.
الو دكتور، موضوعنا اليوم هي البقع السوداء، وسبيسيالمون باش نحكي لكم على الكلف والا الدسه، باش نحاولوا نعطيكم المفاهيم الصحيحه هكيك باش تحاولوا تشخصوا المرض اللي عندكم من خلال الطبيب المباشر نتاعكم. هذيك علاش حاضره معنا دكتور هاجر كشوخ، طبيبه مختصه في الامراض الجلديه وطب التجميل. مرحبا بك دكتور. عايشك، ميرسي، نشكرك على الاستضافه. مرحبا بك جوغوتور دكتور. انا رفتحناهم هكا شويه وبعد نرجعوا لهم نحكيوا لهم على البوم تاعنا، خاطر ديما نقولوا احنا الهيجس الوحيد حطينا ويكون نحكيو في الأفق، قلنا سي بون الناس وليت دوي بالكوتي استيتيك نتاعها، تحب تظهر فكا المظهر اللائق، وقلنا احنا معناها ديما مواضيعنا تكون بيان تريتي، معناها بيان سيليكسيوني او ديستيني للناس على شنو هو. فوالا باش ما يغلطوش. فوالا موضوعنا لليوم كيما قلت انا باش نحكيوا على البقع السوداء، اما سبيسيالمون احنا باش نحكيوا اليوم على الدسه والا الكلف، كل واحد وشنو يسميها. واحنا حتى كي طرحنا الموضوع لنا لقينا دكتور جينيرالمون الاولاد سورتو اللي معانا كي مش لانسيو في السوجي نتاعنا، قالوا لي شنو هذه الدسه، شنو الكلف، ديجا ما عندهمش فكره. دونك هنا يا دكتور احنا باش موضوعنا شكون ديستيني كنا نصيف في الموضوع هذا. فوالا هذه اللي نحبوا نوضحوهم لهم. اما احنا نبداو الانطلاقه نتاعنا، اللي يسمع يقول لك انا عندي دي تاش برون في البوم تاعي. لي تاش برون هنا يا دكتور تنجم تختلف من تاش لتاش؟ ديما انا من الموقع نتاعي هنا ديما نحب نوصل المعلومه وباش الانسان ما يغلطش، خاطر فما برشا طبلبيز في المجتمع نتاعنا بالنسبه للبقع الكحل. ساعات يجيوك في حالة متقدمة معنى استاد أول حاجة يراهو البقع الكحلة في الوجه، راهو ديما قبل ما نقوله كلف قبل ما نقوله داسة يزم تشخيص، معناتها يزم الطبيب يشوفها. يزم تعرف بقع كحلة في الجلدة تنجم تكون برشا حاجات، نجم تكون داسة. هاكا نحب نقربوا الميكرو شوية دكتور باش هكاكا يسمعونا لي زيجيتور نتاعك. نجم تكون بقع، نجم تكون داسة كيما تنجم تكون حاجة أخرى. نجم تكون ينجم يكون المش، نجم تكون ياس، نجم تكون مرض جلدي كيما اللي كان كيما لوبوس، ينجم يكون كانسير ميلانوم، ينجم يكون حساسيه للدواء. دونك هوني دور الطبيب المختص باش هو يحدد لك بالضبط هي شنيا قبل ما نقولوا داسه. ومن بعد ننطلقوا في كيفيه علاج الداسه هذيك. دونك هنا يا دكتور اللي نفهموه اللي التشخيص مهم جدا باش نحدوا البقع السوداء هذيك شنو نوعيتها مش ما نغلطوش. فوالا هذه معني الحاجه الاولى اللي لي زوديتور اللي يسمعوا فينا، اذا كان عندكم اي تاش بقعه ماهيش كيما اللون نتاع البو نتاعكم، راهو الحاجه الاولى اللي لازمكم تعملوها تمشيو ديريكتومون للطبيب، ما تبداش تشخص وحدك. خلينا نقولوا ما تبداش باين نظرين تفتي وحدك تقول هذه انا عندي دسه، هذه انا عندي المش، هذه انا عندي تاش راهي جوست طلعت لي، استعملت دواء طلعت لي من ساعات يدخلوا لي يقول لك انا عملت كل شيء ولا ما تحسنتش ولا يعملوا ولا شفت طبيب ما شفتش في معناتها الحاجه الوحيده الاساسيه يلزمها تتعمل انها تشوف الطبيب باش تشخص ما عملوهاش الطبيعة ما تنجم تعطيها حتى نتيجه اللي تعمل فيه الكل على خاطر مش تشخيص، على خاطر احتمال كبير اللي عندها هي مش داسه، احتمال كبير يكون مرض. نحن موضوعنا باش يكون جينيرالمون على الدسه. احنا كي نسمعوا دكتور الدسه جينيرالمون يقول لك النساء الحوامل هي تطلع لهم الدسه، فما بعض النساء يصنفوها كدسه. هوني شنو هي الدسه اكزاكتومون دكتور؟ هي الدسه تجي من عوامل متعدده، هي فماش حاجه بركه تجيب الدسه. الدسه هي العوامل اللي تجيبها تقريب ثلاثه، وفما عامل اخر رابع تنحكيو فيه. العامل الثلاث عوامل هي اول حاجه هي ارضيه، مش الناس كل تعمل دسه، فما ارضيات مهيئه انها هي تعمل الدسه هذه. العامل الثاني هي الشمس، والعامل الثالث هما البروفيل هرمونال، لي هرمون اللي عندك انت. هي شنو هي ان فيت، علاش عندنا بقع كحل؟ هي الخليه اللي تصنع اللون الطبيعي باش تولي تفرز اكثر من اللازم المادة الميلانين اللي هي مش تعطي تصبغات في الخلايا متاع الجلد اللي هما الكيراتينوسيت. هما ثلاثة عوامل اللي يشتركوا اللي يجيوا مع بعض باش يعطيونا دسة. كيما النجم روهم عند المرأة الحامل، كيما النجم روهم عند النساء مازالوا مع رصوص مجيلوا مازال ما جابوش صغار. فما عوامل أخرى اللي تخليها تسرع في ظهورها وإلا تخليها أكثر ظاهرة، تولي ظاهرة أكثر.
كيما كل ما هو الحاجات اللي تعطينا تهرية في الجلد. عنا عادات احنا نحبو كي نغسلو وجوهنا نبداو نفتلو، هذا بينا مش نصلخو جلده، مش قاعدين نغسلو. نقولكم مسخ، هي تغسل مرتين، اما هو مسخ تبدا ماذا بيها كي تبدا تغسل في الحمام ولا في البانو، اعطيها تخرج معناها كالبوه اي ضر لها هي هذيك قش رميت راهي مش وسخ اللي تفتل فيه، دونك مش تصلخها جلده. ذكي راهو يزيد برشا من معناتها الكحول الدسه في عود تكون سطحيه مش تولي معناتها اغرق. الاستعمال مثلا دي كريم كوزميتيك اللي هما يهريو، ساعه تمشي تاخذ كريمه على اساس باش تفتحها تراسي هي تغمق، علاش؟ خاطر كيفيه الاستعمال نتاع الكريمه هذيك، وقتها معناتها كريمه راهي باهيه دو بون كاليتي ومجعوله باش تفتح، لكن هي غمقت علاش؟ على خاطر استعمالها بطريقه غير صحيحه، خليتها هي تتهرى لدرجه انها تزيدك حق. مثلا خلينا نقول واحنا هو تلقى مثلا كريم دو جور وكريم دو نوي، هي تكون كريم دو نوي تستعملها باغ اكزومبل في النهار وتخرج بها مثلا. نجم تكون فما دي كريم اللي هما فوتو سنسيبيليزون، معناتها كي تحطها انت في النهار مع تاثير الغيون الترا فيوليت نجم تزيد تكحلك، مش تزيد الاغراف الموجود، هي تكون عندنا ارضيه نتاع دسه تفاقم المشكله هذا هو. بي دكتور هوني احنا حكينا على المشكل معناها كل سوا قلنا تتعرف لاشعه الشمس ولا كيف حكينا على معناها المستوى لي هرمون نتاعها، سوء استعمال الحاجات هذوما اللي خليها تسرع في ظهور الدسه، العامل الوراثي دكتور ينجم يلعب دور هوني؟ مثلا نقول انا الوالده نتاعي عندها دسه، اسكو براتيكمون انا باش نكون معناها ريسكي باش نكون 100% مي انا ارضيه مؤهله باش يكون عندي لي تشبه؟ بالطبع الانسان كيبدا هو عارف كيبدا يقع موجود في العائله اللي هما عنده شكون لي تاش بويل، لازم يكون ياخذ احتياطات اكثر، لازم يسيس على الجلده نتاعو، لازم يحميها من الشمس فعلا، معناتها ويعمل ينجم يعمل لي سوان بور بروتيجي لا بو من انها تكون فما لي تاش بويل. وان مش فما دسه فما دي تاش في الوجه، هل انه الدسه هنايا عندها خصوصيات معينه نجم نقولوا معناها حتى كي نشوفوها احنا بعد ما حتى مشينا للتشخيص نجموا لحظه، خاطر احنا نعرفوا حتى جينيرالمون برشا نسي كي تقول لك في الحبيله نتاعك كي تشوف لك التاش هذيك تقول لك راهي فيك دسه معناها، لانه عندها خصوصيه معينه في ظهورها المكان نتاعها وين تظهر هي الدسه. تظهر جينيرالمون في الوجه، تظهر في بلايص اخرين، والدسه من الخصوصيه نتاعها انها هي تمثل بلايص الكونفكس، بلايص اللي طالعه جلد كيما نقولوا جبين الخدود الخشم الشفة الفوقانية والفك لا ريجيون مانديبولير. والحاجة من بين الخاصية متاعها انها هي تبدأ بيلاتيرال، معناتها كيما تلقاها من جنب من هوني تلقاها في جنب الاخر، وحتى كي تبدأ في جنب واحد من الاول راهي من بعد تولي في جنب اللي من بعد. ومن بين الخاصيات الاخرى اللي احنا ديما تبت جلة لوجو عليها انها هي ما تدخلش في الشعر، ديما تلقى بين لليزيغ دو كور شوفلو والفرون والتاج تقى بونت لبس عليها. مثلا تدخل هي في الجبين، دونك مش الجبين مش الجبين مش الحاجب الشعر البارتي نتاع الشعر، يعني مش اي شعر في الدم، معناتها ما تدخلش الشعر، ما تدخلش الشعر نتاع الراس، معناتها الكوير ما تمسوش كيما اللوطه، دونك من كي تمس راهو نوليو نخمو في حاجات اخرى في امراض اخرى. دونك هذه الخاصيه نتاعها، معناتها لازمها تكون بيلاتيرال تمس سورتو البلايص الكونفكس. كي تبدا بلاصه كحله اونيك و بوندون بليزيور زانين نولي نخمو في حاجات اخرى دوطخ دياغنوستيك. داكا بي هذو هو معناها من الخصوصيه اللي قلنا خاصه ما لازمهاش تمس الكور شوفوني نتاعنا، معناها الفروه نتاع الراس نتاعنا ما لازمهاش الدسه، اذا كان لاحظت حتى غادي شويه راه هذيك ماهيش دسه. حاجه اخرى احنا كي نعملوا التشخيص راه بالنسبه للدسه ما نشوفش كان بالعين، فما عندنا معناتها ان اوتي تو دياغنوستيك باش حتى نو سولمون باش اون كونفيرم التشخيص اللي احنا عندنا، تدا حاجة أخرى باش نعرفوا النوعية متاحة، خاطر الدسة راهي فيها أنواع، فما اللي هي سطحي وفما اللي هي بروفون، حتى في اللي تخيطمون راهم يفرقوا. كيما كي تبدا هي سطحية نجم نعطيه أمل للمريض اللي هو كي يبرى جنرالمون يبرى معناتها تتنحى كومبليتلي مع شوية حماية والكل يبرى، كي تبدا غرقة راهو يلزم دوي راهو مش يطول مدة طويلة، يلزم استمرارية في التخيطمون باش نجمو نوصلو تفتيح ولا نجمو اميليوراسيون.
هوني تنحكيو بعد شوية أكيد احنا دكتور على العلاجات اسكو باش تكون ديرميك باش تكون سو فورم دو بيلول اللي تشربو شنو الدواء حتى اللي باش ياخذوها خاطر نعرفوا احنا معناها في عالم الطب خاصة معناها الطب التجميل كل في تقدم يختلفوا بعد معناها لي تكنيك ميم حتى اللي باش تستعملوهم وكل ونتو نحكيو حتى اللي تستعمل من راسها معناها علاجات طبيعية على أمل كونها باش تتنحالها معناها ثم تو زيد نحكيو عليهم شوية هوني دكتور احنا حكينا على العوامل اللي تساهم في الحاجات هذوما. انا مدام نزهه طرحت سؤال قالت هي تاخذ في ادويه الغده الدرقيه كانت الغده نتاعها اكتيف برشا نحاتها دونك الغده الدرقيه نتاعها تيرويد بعد وليت تاخذ في دي تريتمون هي اللي لاحظته اللي كانت البوم نتاعها محريها صافيه من الاول مي بعد كي وليت تاخذ في لي تريتمون هذوما كل اللي ظهروا عندها لي تاش هذوما مع هي ماهيش قاعده تقوم بالسبل الحمايه الكافيه للبوم نتاعها ماهيش تعمل في اكرون قبل لا تخرج حتى للشمس مشين قاعدين يتفاقموا وهي تقول في البارتي اللي تحت العين نتاعها ديجا هذوك اللي البارتي معناها اللي فوق الخدود بشويه هذوك اللي قاعدين يغمقوا هوني تاثيرات دكتور هل انه تاثيرات الادويه اللي تتناول فيها تنجم هما عندهم تاثيرات على المنطقه هذيك باش ساهمت في ظهور الدسه والا هي معناها حتى لي جين دو في هي ولات تيران فافورابل اما لي جين دو في اللي قاعده تعيش بها هي ماهيش محافظه الغده الدرقيه هي ما عندهاش دخل كبير في اللي تشبهون في الدسة تدخل خاصة في الجلدة اللي تبدأ شيحة برشا تشيح برشا الجلدة من الغدة الدرقية وحتى الدواء متاع الغدة الدرقية ما عندوش تأثير على ظهور الدسة لكن ليتا في حد ذاتها هي لفت اللي هي مرضت لفت اللي هي عملت عملية لفت اللي هي تاخذ في دواء كل يوم استاني تا دو ستريس بالنسبة لي لها مغير ما تشعر نفسانيا اكيد هي متقلقة ايوه اللي في الملادي كرونيك اللي تتناول اي انسان لفت انه مش ياخذ دواء كل يوم حاجة تنجم تقلق من غير ما يشعر ينجم يكون ان فاكتور دو ديكلونشمون دو لا ملادي داكو معناتها هي تكون انسان ارضيه مؤهله باش تظهر فيه الدسه مع لو ستريس اللي هي عايشته مع عدم الحمايه بالطبيعه خاطر احنا الاشعه الشمس راهي هي تكون هي عامل عوامل في ظهور اللي تشهدوما دونك تخلي في بعض الاحيان تظهر اللي تشهدوما واللي احنا ديجا حكينا عليهم اللي فاتت دكتور حتى على معناها سبل الحمايه من اشعه الشمس حكينا عليها برشا في الموضوع هذا واللي منها هي اللي تام دكتور خلينا معناها ديما في التطبيق اللي وتساؤلت برشا من الناس كيما قلت لك احنا برشا من الناس يربطوا الدسه بفتره الحمل نتاعهم بيان سور مش الناس الكل لكن كي نقولوا لا ماجوريتي من النساء تنجم تعاني من الدسه فيكو تغيرات الهرمونية اللي حكينا احنا من ضمن الاسباب هنا يا دكتور مرأة حامل تنجم تظهر لها الدسة بيانسوغ على الوجه متاحة هل انه اوتوماتيك ما تستنى بيش تتنحى الدسة هذيك وقت اللي تفوفها لتا دو غروسيس وإلا لي لازمها تاخذ تخيط ما اون تا دو غروسيس هو احنا وقت اللي المرأة تبدأ حامل انا ما نعطيوش دويت نحمي حتى ديرميك حتى ديرميك ما نعطيوش على خاطر هي وقتها هي تحت مفعول هرمونات نتاعها حتى كي نعملوا احنا دويات باش يفتحوا ما تنجمش تفتح باش تغير حتى شيء اللي نطلبوه منهم انهم هما يحميوا نفسهم لاقصى درجه من الشمس ونستنيوا من بعد لاكواسيس ونستنيوا حتى سي موا ولا اكثر بعد الكواسيس بعد الاكوشمان خاطر ينجم احنا كي تركح الهرمونات نجم هي تتنحى فما ناس مش تقعد التاش هذيك الافرازه فما تصبغات قاعده سي وقتها احنا مش ندخلوا باش نديوهم وقتها يكون الدواء نافع خاطر هي وقتها ما عادش تحت تاثير الهرمونات تاع الحبل نتاعها حتى معناها زيد في فتره الرضاعه نجم زيد معناها الهرمونات ديما مش تقعد متبدله هذيك على ديما اومينيموم مستنيو 6 شهور اي على الاقل هوني يا دكتور في إطار المرأة الحامل تقول لك أنا واللي هذه نسيل معمول بيه ديما فيك يراو في النساء الأخريات اللي هما تطلع لهم الدسة يحبوا ياخذوا حاجات أتيتخ بريفونتيف تبدأ تحذر في روحهم هل أنه التحذير المسبق باش ما يطلع لكش الدسة وإلا الكلف اللي قاعدين نحكيه عليه مهم قبل الفترة ذيك وإلا ما عنده حتى فايدة فيك هي ما طلعتش بالعكس بالعكس احنا قد ما نحميه نفسنا من الشمس قد ما نغذيه الجلدة بالفيتامينات قد ما احنا نحميو نفسنا من ظهور لتاش حتى كي تظهر هي مش تكون معناتها اقل برشا من قبل وقد ما تبدا المراه اللي هي بروحها قد ما هي مش فيق بها على بكري قد ما نفيقوا بها على بكري دو باش يكون سهل دونك ديما
نقعدوا في إطار الوقاية بطبيعة خير من العلاج وما نوصلوش للتا اللي لازمها هذيك تكون. مي دكتور خلينا نحكيو ميساج على العلاجات احنا اللي تختلف. احنا قلنا فما علاجات ديرميك تنجم فما تريتمون فما معناها الطب التجميلي قاعد يتطور بصفة رهيبة الحقيقة وكل في الإطار هذايا. انتم اولى الاجراءات انتم بعد ما شخصتوا المرض تلقاوه دسة، قلنا فما دسة سطحية اللي تنجم تكون وفما اللي تنجم تكون عميقة وهنايا العلاجات تختلف. البداية نتاعكم إذا كان مازلتوا كي لاحظتوا فما دسة شنو تكون العلاجات الأولية خلينا نقولوا انتم بيان سور كأهل الاختصاص أدراف هو المدينة. تقريبا احنا فما كاتر فولي نتاع تريتمون. احنا أول حاجة مش نعطيوها هي مش نعطيو لي كريم اللي هما دي بيكمونتان ولا إكليرسيسون نتاع لي تاش هذوكم أون فونكسيون هي شني عندها شنو البروفوندور نتاع تاش هذيك. ثاني حاجة هي لا فوتو بروتكسيون، معناتها ما فماش كلام فماش مرا عندها تاش ما يكونش عندها يلزمها هي في الاوردونونس نتاعنا ما تكونش فما كريمة واقية ضد الشمس مع الدواء اللي هو مفتح. هذا الساس راه هو الساس انه يكون عندنا دواء في الليل وعندنا واقية ضد الشمس. من بعد حسب الباسيون حسب ليتوندو نتاع لي تاش هذيك حسب البروفوندور نتاعها باش نقترحوا عليهم حاجات اخرى تعاون. نجم نكتفيو باللي كريم هذوكوما اكاهو واغلبهم راهو معناتها يتحسنوا. كيما نجمو نضيفوا حاجات اخرى اللي هما لي بيلينغ، لازم يكون بيلينغ سو كونترول ميديكال خاطر ان يا كو لو ميديسان يعرف البروفوندور نتاع البيلينغ هذاكايا وشنو لازم. خاطر نجم يكون بيلينغ تعملو مش في عندنا الاختصاص راهو يل بو اغرافي ينجم يحرق لك البومبيا يحرق لك الجلد. لازم عبيد مختصين في الموضوع هذا. نجمو نعملو لي فيتامين لا ميزوثيرابي بالطرق الاثنين بالميكرونيدينغ ولا بالانجكسيون اللي هما فيهم دي برانسيب اكتيف حاجات دويات اللي تعاون باش تفتح لي تاش هذوك. فما زيدا نجمو نعملو لا لوميير ليد اللي هي تعاون رونفورسي لا بو باش هي تعاون انها هي تتحسن من ناحيه الكحوليه. بالنسبه لي تريتمون بار فوا جينيرال راهم اغلبهم دي فيتامين ناتيو دي فيتامين اللي هما مش يحسنوا لا كاليتي نتاع الخليه نتاع الجلده والكاليتي نتاع الافراز نتاع الميلانين. فما زوز حاجات اخرين باش نحكي عليهم. هما فما البي ار بي اللي نجموا نعملوها عند بعض الناس اللي هي توقعت معناتها فما دراسات تدل اللي هي تنجم تحسن نوعية التاش راه مش اون ايميديا مي لو فيت احنا دو رونفورسي لا بو دونك هي تنجم تحسننا من ناحية التاش. الحاجة الرابعة والمهمة جدا بالنسبة لي انا هي ان تكون الانسان اللي مش يداوي على التاسة يلزم يتعلم ما يمسش الجلد نتاعو ما يمسش بيديه ما يهريهاش. كي يجي مش ياخذ الدواء من الدويات لأي مرض شاور طبيبو خاطر فما شاور طبيب الجلدة علاش خاطر فما دويات راهي تنجم هي تزيد تكحل تكحل الجلدة ما يفتلش وجهه ينقص من ليبيلاسيون خاطر ليبيلاسيون تنجم راهي تزيد تكحل لك الجلدة نتاعك. ما نحطوش كل شيء على الجلدة نتاعي مش اللي نسمع بيه نمشي نحطو على الجلدة نتاعي قال شنو قال مش يفتح ليه راه تنجم انت تحط الحاجة هذيك حطتها صاحبتك صحة ليلها لما انت تنجم تحطها راهو اثر عليك اثر عليك البو اغرافي معناتها مش نمشي مع غيرك راهو باش يمشي معاك. ساعات تجي تقول لي صاحبتي عديت عند طبيب وخذيت الدواء هذا راني خذيته وانا جيتك على خاطر جلد نتاعي مهريه ومحروقه سي با نورمال. معناتها انت الاوردونونس هذيك خرجت طبيب شاف عمل تشخيص فصل للمريض طريقه استعمال الدواء انت على انا اساس خذيت الدواء هذيك معناتها راهو تنجم احنا ننطلقوا من دسه اللي هي خفيفه اللي هي تبره اللي هي تكون اللي عندها اللي بلو بروفوند ويحب لها اكثر وقت باش تداوى وساعات ما تحبش حتى تبره لك. هلا هنا يتسائل الدكتور يقول لك انا مش نقعد برشا نداوي فيها الدسه هذيا شفتوا نعرف احنا تقلق خاطر فيكل المناطق اللي هي ظاهرة على الوجه متاعنا وتعمل مشكلة حتى الانسى معناها حتى الثقة في النفس متاعهم يحاولوا حتى يعملوا كاموفلاج معناها الليكران باش يغطي ويعملوا ليفون دو تام معناها تكون درجة التغطية متاعهم عالية غير كو باش يغطي وأكل بلاصة هذيك فما حتى اللي يدخل في التصوير
التسويق للحاجات هذوما واللي هي تبدا مش صحيحه. دونك دكتور هنيه، هل انه باش تطويل مده العلاج نتاعهم ينجموا يلاحظوا النتيجه تكون سريعه مع عمليه التقشير اللي تنجموا تقوموا بها؟ فما حاجات معناتها نجموا تقولكم، والا الصبر ثم الصبر. اسمعني، هي تسع بين ظفرين هي مرض مزمن. علاش؟ إجا نفهموا احنا، هي فما الخليه اللي تصنع اللون الطبيعي هي فيها الاشكال اللي هو قلنا الميلانين، الميلانين اللي هي تفرز فيه اكثر من اللازم. به احنا راهو ما نجيوش للخليه ونحيوها، احنا رانا نديو طريقه افرازها. داك امي كي تبدا سطحيه مازال كي بدات جينيرالمون راهي تبرق جينيرالمون. لكن المشكل العبيد ما تجيش في المرحله الاولى، ديما تجيك في المرحله متقدمه شويه. دونك كي توصل لمرحله متقدمه رانا احنا بالنسبه لنا احنا راهي حاجه مزمنه، راه ديما الدواء كيما انت قلت لي بكريكيه كريم دو جور كريم دو نوي، هي راهي عندها دي سوا كريم في الليل باش تفتح وكريم دو جور اللي هي فوتو بروتكسيون. يزمك تعرف اللي احنا نجمو من الاول نبداو بدوي تقويه اللي مش دوينا اللي مش فتحنا الماكسيمم، ومن بعد باش نقعدوا بحاجه دي سوا اللي هي حاجه تخفيفه بوغ مانتينير لي ريزولتا اللي وصلنا لها. معناتها انا شنو نفصل للشخص اللي يجي عنده دسا، راهو مش معناتها اون سول كونسلتاسيون سي ولينا لاباس علينا. هذه الغلطه اللي تيحوا فيها العبيد، يمشي في باله كي مشي للطبيب وخذ مره واحده دواء سي بون لمسه، ولا دي تقول يسمع مدام نحب على حاجه برك عمل لي لازير، قولها ليه ما نعملكش لازير؟ خاطر بالنسبه لنا احنا اللازير ينجم في حالات نجم يمشي، فما حالات لي راهو ينجم يبو اغافي سيتواسيون نتاعك. كيما حكينا بكريكا على البيلينغ، راه فما عبيد اون غوفوز انها تعمل بيلينغ، خاطر تنجم تكون البشره نتاعها هايبر سونسيبل، تنجم هي على كراف. كاش قلت لك راهو البيلينغ يتعمل طبيب مختص يقادر باش يشخص وقادر باش يقول نعمل ولا ما نعملش، ويكون صريح مع المريض نتاعو. راهو كي مش تعمل انت راهو تنجم سا كراف سيتواسيون نتاعك، يعني تحطو في الايتار. يعطيك الصحه، معناتها المريض اللي عندها ولا المريضه اللي عندها تسع يلزمها تكون عندها القابليه باش تسمع. ديما احنا يظهر لنا حاجه في الجلده، دونك احنا باش نعملو بيدنا هكا نقطه تنح في ماجيك. ساعات المريض اللي يمرض مرض الجلده بصفه عامه بالنسبه لي هو حاجه في القشره، حاجه سطحيه، علاش ما تبراش؟ لا، راهو الجلده راهي عضو كل الاعضاء الكل، راهي فيها طبقات وفيها ابراد، وراهي يلزمها متابعه ويلزمها ساعات فيها امراض مزمنه لازمنا نتبعو. دونك انا بالنسبه لي انا التاش راهو مرض مزمن، ونقول له مش نقعدوا نتبعوا منه البدويات حتى لو جوغ، يعني مش نخلي لك حاجه خفيفه اللي تنجم تقعد بها على طول تولي تستعملها كانها كريم دو سوان، وقتها نجم نصيبوك. اما من الاول راه مده طويله باش نستعمل، ما يلزمش الانسان يقلق. الصبر معناها اللي تحدثنا عليه، معناتها يلزم كيما تقولي انت من عرش انا شعري احرش، قلقت انا باش نجبد شعري. لا، هذيك معناتها طبيعه الشعر بتاعك وكذا، طبيعه الجلد بتاعك، لازم نصبروا عليها جوسكو جو اللي ممكن يولي عندنا دواء نشربوه مره واحده باش نعدلوا الخليه اللي تصنع لون الطبيعي. منا لك الوقت هذاك احنا بالموجود رانا يلزمنا نقعدوا ديما باش نستعملوا حاجات دواء من الاول وبعد وقايه باش وجهنا يبدا مزيان ويبدا مضاوي يبدا ليتاج ماكسيموم. انه مش مش مهم كيفاش تعمل هي باش تغطيهم، تنجم تعمل فوندو دا مش ممنوع. اي اما لكن لازمها الديوي او ميم طون باش تنحي الديوي او ميم طون، وتستعمل حتى الكوزميتيك تاع نستعملو الفوتو بروتكسيون باش نستعملو كوزميتيك، لازم الكوزميتيك اللي باش نستعملوه اللي هو الفوندو طون اللي هو لازم يكون ادابتي للجلده نتاعنا، نعرف باش نستعملوه ما يلزمش هو الا كغاف لي تاش نتاعنا. فوالا، هنا يا دكتور سؤال ديما اللي يطرح نفسه في كل مرض الحقيقه، يقول لك انا به بريت تنحات لي الداسا هيفي بوندون اون بيريود، هل انه معناها فما ريسك باش ترجعني؟ وكذا معناها لازم ديما الفوتو بروتكسيون. اش معناتها انا جاتني داسا؟ معناتها انا عندي تيران ارضيه فافورابل ان نعمل لي تاش. دونك اذا كان انا بريت توا مش معناتها هي ما ترجعش، لازمنا نحمي ونفسنا بالفوتو بروتكسيون، كيت ان نعملو دي كريم فيتامين باش اللي هي وقايه ضد ظهور لي تاش كيما الفيتامين سي مثلا،
نجمو نستعملو باش احنا يقينا من ظهور ليتاش نتاعنا. احنا مازلنا باش نواصلوا معاهم ونحكي لهم بعد شويه خاصه على سبل الوقايه باش يحميو روحهم كما قلنا على لا فام سانت اللي لازم تحضر روحها قبل وتكون محضر البوم تاعها. نحكيو معاك زيد اكثر تفاصيل دكتور هيج كشوخ طبيبه مختصه في الامراض الجلديه وطب التجميل في موضوعنا لليوم الدسه والا الكلف والا كيما المسمى اللي تحبوا تسميوه انتم. ونحكي لكم على سبل الوقايه تليفونيتكم اذا كنت تحبوا تدخلوا معنا 70 35 120 والا 77 288 289. مازلنا موصلين معاكم المشوار في الدكتور حتى نص نهار. ويلكم بريكدي شنية هي الدسة الخصوصية متاحة خاصة أسباب ظهور الدسة هذه العوامل اللي تنجم تساهم في ظهورها أكثر المناطق حكيت لكم عليها دكتور هيجر كشخ طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل اللي تنجم تظهر فيها دكتور. كيف كيف حكينا لهم على سبل العلاج أنا ديما معناها اللي نلخصوا خاصة الكلمة المهمة جدا قبل ما تحكيتي على بقعة سوداء قبل ما تحكي على دسة هو التشخيص وبعد أعمل شنو تحب أعرف روحك شنو الداء اللي عندك. فوالا هنا يا دكتور ديما احنا نقولوا الوقاية خير من العلاج. حكينا على الدسة قلنا راهو تنجم تبرع لك الدسة مي باغ كونتخ تنجم ترجع معناها اللي تنحط له الدسة ما يقولش سي بون بعد ما يحطش اللوم على الدكتور اللي باشره ما يقولش علاش طلعلي. نتصور حطيناهم في الإطار راهي فما إمكانية لرجوع الدسة خاصة العوامل الدكتور اللي قلنا احنا تساهم فما عوامل وراثية فما عوامل موجودة في الجلد متاعنا وإلى حد هذه اللحظة ما زلنا ما قلناش لي في ماجيك اللي نحي الدسة سي بون لازم الصبر. هي شمس معناتها ما نجمو احنا قداش عندنا شتاء معنيش برشا معناتها نص شهر انا بهي معناتها حتى شمسنا ديما حنا شمسنا قويه دونك ما نجموش نمنعوا نفسنا انا باش ترجع كان دوينا دونك شنو نعملوا لازم ديما اهم حاجه في الوقايه هي لا فوتو بروتيكسيون لازم نستعملوا واقي ضد الشمس. فما ما شاء الله من الكريم معناتها حسب الجلده نتاعك فما ميم دي كريم اللي فيهم دي برينسيپ اكتيف دي بيغمونطون ايكليرسيسون انتي تاش معناتها تنجم تختار اش تحب. مهم ان اكران بروتيكتور اللي هو اس بي اف 50 بلس باش يكون واقي ضد الشمس معناتها باهي واقي ضد الشمس طبي 50 بلس ما اللي وزن نعاودوه كل ساعتين وإذا كان مش مشوا للماء والواحد يكون غزيستان ألو ومضى بيها اللي عندها ليتاش راهو مش كان تحمي نفسها بالإكران أكاو البلايس اللي فيها كثافة كبيرة متاع الشمس نحاولوا نبعدوا عليها شوية معناتها نمشوا لبحر مش معناتها هاني تحت باغاسول هاني تحت باغاسول مش لي محمية اللي ركنك محمية دي ما ذي عن... ليه ما عملتش هنا ايه ما قعدت في بحق ما هو راهو مش ما عمتش معناتها انت محميه مش البحر مش الماء راهو الشمس رانا في البحر فما ريفليكسيون تاع لي غيون راهو فوا 3 قوه اشعه الشمس. دونك اللي عندها دسه ولا اللي مرضت قبل بدسه لازمها تمشي بعد الاربع ولا صباح بكري وبعد الاربع وراهو بالاكران معناتها ما نمشيوش في ضرورة الشمس هذه للناس الكل وخاصة هي وفي نفس الوقت لازم لا فوتو بروتيكسيون سيتو كنا ما عملنا حتى شيء ساعات نبداو نديوي وعن عام نبدا نقرق فيهم نقول لهم بربي في الصيف ما نخسروش اللي عملناه عام كامل تمشي في مرة واحدة تحرق لي روحها في الشمس ترجع كنا ما عملنا شيء. دونك فوالا هذه مهم جدا خاصة احنا قلنا طريقة التعامل ديما ليجيان دو في دكتور اللي بالطبيعة احنا على الماكلة حتى احنا معناها اللي تنجم تأثر بالطبيعة هذيك هي ليجيان الماكلة راهي مش نحل قوسين راهو كي نبداو احنا اون بون سونتي وناكلو في ماكله متوازنه راهو ساغوفليت على كل شيء ساغوفليت على الشعر ساغوفليت على لون البشره ساغوفليت على الامراض نتاعنا بالطبيعه هذيك بطريقه عامه. اي انسان ناقص حديد وجهه راهو يبدا اظلم واصفر حتى ليتاج سان فاكتور اللي نجم يخليك انت البدن نتاعك اون ايتا دو ستريس اللي الحاجه اللي تكون مخبيه تنجم تولي تظهر. دونك هذيك حديث معناتها مسلم انه يعني يكون فما ايجين اليمونتير معناتها وخاصه غيش اون فيتامين خاصه الفيتامين سي
راه الفيتامين سي يعاون برشا باش تكون جلدة ضاوية. اسمع كي نقول فيتامين سي مش تعملي ماسك بالقارة صح؟ أيه هذي لازم ولا معناتها راه رد بالكم ها كي نعمل ماسك نجم نهري الجلدة متاعي ونتحرق في الشمس معناتها اي فوالا تتعلى حتى الجلدة متاعنا وهذوما الوصفات الطبيعية اللي نجمو حتى نستعملوهم حتى هما يساهموا في بالطبيعة بالطبيعة تحرق جلدة تهريها حتى كل الوصفات الطبيعية راه كي نقولوا حاجة طبيعية مش معناتها إذا كان فعلة راهي فعلة في الزوز اتجاهات في المنفعة في المضار دونك يلزم دوزاج معين ويلزم طريقة معينة للاستعمال. إذا كان أنت ما تعرفش راهو تنجم تضر جلدة نتاعك إذا ما معناتها خفيفونس ما تحطش وأسأل أهل الاختصاص ميكو تحط يقولوا لك معناتها تكبر في المشكلة حتى ما يمشي ما نعرفش الدوزاج قديش ما نحطش معناتها تنجم تهري الجلدة نتاعك. إذا كان وصلت تهريت الجلدة سي سي فيني معناتها البقعة اللي كانت خفيفة مش تولي غارقة حبينا ولا كرهنا فوالا ولهنا هنايا نصعبوا في المأمورية حتى نتاع الطبيب اللي باش يباشرك في الحالة هذيا وتولي المدة تطويل وحنا سيغتو نلوجوا على الناس معناها تحبش كيما قلنا معناها كي يجيو يمشيو للدكتور يحبوا إفي ماجيك أي إفي ماجيك وتو تو أي بالوقت أي. لكن راهو هذيا الصبر ثم الصبر باش الديوي الحاجة اللي تعملها تشخيص عند طبيبك تحاول تعمل الإجراءات اللي عطاهم لك طبيبك ومعاه تحافظ على النصائح زادة كيف اللي عطاهم لك باش هكاكا مش في شهر كيما قلت أنت دكتور جيت طيح كل شيء في المي شفتو احنا مع شهر صيف واكدنا لهم على الحمايه اللي ديجا خصصنا لها برشا وقت وخصصنا لها حصه كامله احنا الحمايه من اشعه الشمس وتاثيراتها فما بيك في موضوعنا اليوم اللي احكينا على الكلف والا اداس لازم نديهم نصيحه اخرى دكتور والا كافينا وفينا بالنصائح. النصيحه الاولى هو التشخيص. النصيحه الثانيه مش نعملوا حاجة نمشوا ديما لطب الاختصاص ما تعملش حاجة من راسك وما تندرش في مع الكلام ما تمشيش مع الكلام الناعم إجاتو نحيلك وإجاتو نعملك راهو يزم ناخذوا راي طب طب الاختصاص وبعد اعمل شو تحب. فوالا هذا هو التشخيص واخذ راي طب الاختصاص وبعد معناها انت لكم سديد النظر خلي مفيد تعرف روحك على شنو قادر وطرق العلاج باش تفهم انت شنو تعمل. فوالا داكور ميرسي بوكو دكتور هجر كشوق طبيبه مختصه في الامراض الجلديه وطب التجميل في موضوعنا اليوم البقع السوداء سبيسيالمون حكينا لكم على الكلف والا الدسه وعطينا لكم برشا نصايح في الايتار ذات نجم ترجع على الباج اوفيسيال فيسبوك تلقاو مختلف النصائح من عند دكتور هاجر كشوخ. سينو غدوه ذكركم بموعدنا مع دكتور سهيل السعيدي طبيب مختص في الامراض النسائيه والتوليد نحكي لكم ان شاء الله على تكيس البابايض. اذا كنت حابوا تدخلوا معنا تليفونكم على 70 035 120 والا 77 288 289 هكا نكونوا كمان معكم سونتي 5.0 لليوم. ميرسي بوكو نوفل الشرطاني في الاخراج تقني الحصى احمد الشفار واحمد المخلوفي اللي امن لكم كوتي ديجيتال. سينو في اقل من دقيقتين سوار تكون معنا في احلام العام زميلتنا احلام العام تكون معنا في اخر الاخبار المحليه العالميه والجهويه. سينو سهام حمدي كيف العاده تجيكم ابارتير من نص نهار في ريكاب ميدي. مريم مصوري كوتي ميكرو تقول لكم ان شاء الله غدوه نتلاقاو في نفس التوقيت في لمان الناس كلها.